اتصال في شعار القمة، بجي تشارك؟ والله لي الشرف، لي الشرف، بس اني ماني مشارك، تدري ليه؟ ليه؟ لان العمر ما ما, ما اظن ما يسمح، في عمر محدد. لا عادي، بنقول لك العمر عادي يا فالح. لا السنة الجاية كلموني يمكن. ان شاء الله. زين يا بن بالوت، نبي التغريدات، سمعنا. ايش تبي التغريدات واجي؟ سمعنا من اللي عندك. تغريدات يقول عامل الرجال حسب اللي تشوفه. طيب. خل ابوه وخل جده والمناصب. طيب. الفحول اللي مع البدو معروفه اكثر اللي تنتج عند المقاصد. الله الله. زين وبعد؟ ويقول اثبت لك اكبر دليل ان الزمن جاحد. طيب. وان المفاهيم عند الناس مختلطه. افعالنا الصح يلغيها غلط واحد، وافعالنا الصح ما تلغي ولا غلطه. الله الله. زين ابي اللي يقول خمس حولت له خمس. هذه يقول والله لمو تشكي من الفقر والدين. طيب. من عقب ما فكرت في اللي جرى امس. كلمت رجال اللي عنده 2000 وقام تشكاله وحولت الخمس. طيب. هذه تراها واقع يعني ما هي هذه بيتين جت لها في موضوع. وهي حقيقيه والله على واقع. اي يعني رفيجي اللي اطلبه فلوس ودقيت عليه لاحوالها تاليه. سمعنا بعد تغريدات. ايش تبي واجد القصيد؟ احنا قبل لا نجي القصيد نبي ناخذ من التغريدات. يقول حنا نعاني من مشاكل قويه. طيب. العامل الشخصي علينا فرضها اللي يكتمل بنيك الروح النقية صادف ظرف من الظروف ونقضها استوطنت في قلوبنا 1000 نية رغم الفوارق عايشة مع بعضها ولو ترجع المخك خلية خلية ولما ظالك من حياة اتعرضها لقيت ما يشكى عليك وعليها أسبابها من أشياء حنا انحفظها صدق المشاعر والنفوس البرية ماتت من أسباب القلوب ومرضها ما حد إلا حد منا يقدم هدية هل يجي بكرة يدور عوضها. الله الله يا سلام. زين ماجد نصيف، أشوف الكرديات ومشاكسات ولعب مع كبار الشعراء منهم ابن عون ومنهم سلطان بن وسام شاعر العرب سلطان الهاجري ومنهم أبو ثامر ومنهم شعراء واجد، وش سببها ولا؟ والله ربع اللي والحوات غانمة هو وأنا أحب المحارش المشاكل ومرزوق بالشرك قضيت عليه ما عاد الحين رادني لو تعطيه فلوس ما رد علي. وش من ال لاني هبلت واجد واجد مرزوق مثل ما واجد والله ما تقال على الهواء. زين وش اللي بينك وبين الهاجري؟ حافظ شيء من سلطان الهاجري واجد. وش؟ سلطان واجد بيني وبين اللي يقول سلطان وسام رجل يحسب حسابه. طيب. وانا اللي جيت عنده ينجي لي همي. طيب. 24 ساعة فاتح بابه ما تنهى الا من الروقه بني عمي. الله الله وش قال هاجري؟ هو ايش يقول؟ يقول انت عارف والله سبع انعام باللابه ايه انا من غير لا ترفع الذرعان وتوبي غلاك حتى شراييني تغدى افزت انك لا شفتك تني شايف امي في بيته ما عليك منها لا شفتك افز كني شايف ان امي إيه؟ والله يغليك علم علم ما هي بسيطه والله يغليك ابو وسام يا ماجد. زين يا ابن بالوت انت شاعر نظم وشاعر قوي ومشهود لك ونعرفك لو بقول لك شعر النظم اللي في الساحة يعجبون بن